السلام عليكم. هل الجمع بين أكل السمك وشرب اللبن يضر بالصحة؟ نؤكد هنا وبالاعتماد على التقارير الطبية بأن السبب الحقيقي وراء تبلور هذه الفكرة لا يكمن في ظهور الضرر الناتج من الجمع بين الأكلتين، ولكنه متأصل في حقيقة أن كلاهما يعد من الأغذية المثيرة للحساسية عند البعض وليس الكل. فإذا كان الشخص يتحسس من أحدهما فقد يظهر الضرر منه لوحده، وقد يتضاعف الضرر إذا كانت هناك حساسية من كليهما، وقد نتخوف من إثارة أحدهما إذا كانت هناك حساسية من الآخر. أما إذا لم تكن هناك حساسية لأي منهما فلن يكون هناك خطر على صحة الإنسان، ويستطيع حينها الجمع بينهما. وهذا الكلام ينطبق على السمك والبيض، وينطبق أيضا على الحليب والحبحب، أو كما يسمى في بعض الدول العربية بالبطيخ أو الجح. دمتم بصحة وعافية.